في خبر اقتصادي، حذر خبراء من مشاكل هيكلية قد تخفض الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا لسنوات قادمة. تحذير الخبراء يأتي بعد أن أصدرت المفوضية الأوروبية التحليل الرسمي الأول لتأثير بريكزيت، والذي توقع حدوث ضرر بنسبة 2.25% للاقتصاد البريطاني بحلول عام 2022. وتشهد العلاقة التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي اضطرابا بلغ ذروته مع انخفاض صادرات الموانئ البريطانية لأوروبا إلى نحو 70%. خلافات عدة صعدت من حدث التوتر بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد مرحلة بريكزيت تطورت إلى حد نشوب أزمة دبلوماسية. في 11 يناير ومع تنفيذ اتفاق بريكزيت، بدأت أزمة الرسوم الجمركية تطفو على السطح بعد أن عبرت عدة شركات بريطانية عن استيائها من دفع رسوم على الصادرات الموجهة للاتحاد الأوروبي. نقص السلع في إيرلندا الشمالية أزمة ظهرت أيضا بعد بريكزيت، إذ كشفت سلاسل السوبر ماركت الكبرى بالبلاد مواجهتها لمشكلة توفير الكثير من السلع بسبب عمليات التفتيش الجمركية. حالة ارتباك شهدتها الحدود أيضا بعد بريكزيت نهاية شهر يناير، كشفت تقديرات حكومية بريطانية إمكانية إهدار نحو 142 ألف طن من الطعام خلال الأشهر الست المقبلة. أزمة دبلوماسية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي وصلت إلى حد رفض لندن الاعتراف بسفير الاتحاد الأوروبي لديها. ردت عليها بروكسل بإلغاء اجتماع مقرر بين رئيس المجلس الأوروبي والسفير. للمزيد معنا عبر سكايب من لندن الدكتور محمد حيدر، المستشار الاقتصادي وأستاذ الإدارة المالية في الجامعة الأمريكية في لندن سابقا. أهلا بك دكتور محمد. بداية لو تحدثنا عن يعني ما التأثيرات التي طالت بريطانيا الاقتصاد البريطاني منذ أن قررت بريطانيا الخروج من البريكزيت؟ طبعا يعني لم يكن في بداية الأمر الأثر الواضح على الاقتصاد هو بريكزيت، ولو أنه كان هناك طبعا تخوفات كثيرة من رجال الأعمال، من الشركات، من المصارف. هناك الكثير يعني من الشركات نقلت مواقعها ومكاتبها ومكاتبها الرئيسية إلى دول أوروبية عدة، وخاصة المصارف والمؤسسات المالية. هذا في الفترة الأولى وقبل الوباء. بعد انتشار الوباء أصبحت المسألة أكثر يعني جدية، ولا يمكن تفاديها بمسألة مفاوضات كما هو الحال مع بريكزيت، لكي يكون هناك أمل عند أصحاب الأعمال والتجار والمستثمرين. فكان الأثر البالغ على الاقتصاد هو انتشار الوباء، الأمر الذي أوصل بتراجع. هل انتشار الوباء هو سرع هذه الخطوات أم أنه هو المسبب الأول والوحيد؟ يعني لو لم تنتشر كورونا لكان الاقتصاد البريطاني في أفضل أحواله؟ ليس الأول وليس الوحيد. بداية الأمر كان مع يعني مسألة البريكزيت وتخوف النتائج التي يمكن أن تخرج منها بريطانيا، وفعلا بدأت الآن كل الناس بدأنا نعاني من هذه الحالة. يعني الخروج أو تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأتى الوباء لكي فعلا يكون له الأثر البالغ والأقوى من بريكزيت، خاصة في مرحلة الإغلاق الثالثة وهو ما نمر به الآن، وهي مستمرة إلى الشهر يعني تاريخ 8 من أذار الشهر المقبل. في خلال تلك الفترة يعني بدأ التراجع يعني يصل إلى حوالي 18% الدخل القومي، ولم يكن هناك أي نمو اقتصادي. كل هذه التوقعات حاليا التي يتنبأ بها صندوق النقد الدولي والبنك المركزي، كل هذه يعني توقعات غير دقيقة إطلاقا. ممكن الاقتصاد البريطاني على حد قول الفاينانشال تايمز اليوم أنه يصل إلى مرحلة الحضيض وأسوأ أداء اقتصادي منذ 300 عام إلى اليوم، يعني منذ كان الاقتصاد البريطاني يعتمد على الاقتصاد الزراعي بشكل عام. الآن مع استمرار هذا الوباء، ولو أن هناك آمال يعني بعد مرحلة التلقيح والانتشار الواسع لعملية التلقيح في بريطانيا، طبعا دور الحكومة أن يكون إيجابي وتفاؤلي، ولكن الواقع هو غير ذلك. لا تزال الآن يعني أحد التوقعات يقول أنه مكتب الإحصاء المركزي أنه يعزو السبب إلى التراجع بسبب تغيير أسلوب عملية الحساب. يعني هذا أمر غير منطقي،
طب بغض النظر عن الأسباب المؤدية إلى هذا الأمر، برأيك ما الخيارات المطروحة اليوم أمام الحكومة البريطانية لتدارك هذا الموضوع، لإعادة تفعيل التبادل التجاري مع الدول الاتحاد الأوروبي، وبالتالي ربما خفض كمية أو نسبة التأثير الاقتصادي السيء؟ يعني المشكلة أنه المشكلة الأولى أنه الوباء لا زال مستمر، والحظر على السفر لا زال مستمر من كثير من الدول، وبالتالي هذا يطال كل الشرائح الاقتصادية، يعني لا طيران، لا ترفيه، لا سياحة، لا سفر، قطاع السفر والطيران والخدمات الملحقة بهذا مغلقة تماما يعني. فهذا أمر لا يمكن أن تقوم، لا يمكن أن تقترح الحكومة البريطانية سوى ما صرح به وزير المالية، أنه هو يجب أن يكون منفتح وإيجابي وشفاف أيضا مع الجمهور البريطاني بأن المرحلة المقبلة هي مرحلة صعبة جدا بالنسبة للمالية العامة والخدمات، وهذا يعني بشكل مباشر أن الحكومة قابلة على فرض ضرائب جديدة يمكن أن ترهق كاهل المواطن. الآن المرحلة هي كيفية إخراج هذه الضرائب، ومن هي الشرائح التي يمكن أن تتحمل نسبة ضرائب عالية جدا؟ بشكل مختصر، الاتفاقيات التجارية التي ربما لو كانت أكثر ليونة مع دول الاتحاد الأوروبي، هل برأيك ربما قد تساعد الاقتصاد البريطاني والمواطن البريطاني على تخفئة وطأة هذه الأزمة؟ الخروج من الاتحاد الأوروبي كان خطأ استراتيجي وخطر مميت للاقتصاد البريطاني ولهذه الجزيرة المنعزلة الآن حاليا عن أوروبا. الآن لا يمكن لبريطانيا أن تحصل على أفضل ما حصلت عليه من اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بعد الخروج. لا يمكن أن تقدم بريطانيا أي شيء آخر، عليها أن تقوم باتفاقيات جديدة مع بلدان أخرى يمكن أن تعوضها الخسائر التي حصلت عليها أو يمكن أن نحصل عليها في المستقبل من الاتحاد الأوروبي. أشكرك الدكتور محمد حيدر، المستشار الاقتصادي وأستاذ الإدارة المالية في الجامعة الأمريكية في لندن سابقا، شكرا جزيلا لك.